السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح استعرض معكم الباتري هذه مثل ما نشوفها. الباتري طبعا نحيفة جدا. ميزة الباتري انها هي نحيفة. النحف حقها 3.95 ملي امبير. كباسيتي حقها وحجم البطارية حقها 1050 ملي امبير. فاللي بيسألني كم مرة تشحن الجوال ايفون 10R او 10S، خش وشوف كم ال 10S او 10R او اي جوال ثاني. وهذا الباتري 1050، فممكن ال 10S تشحنه 60% او 70% على حسب الباتري حقك تعرف. فلو نفتحها معاكم على قد ما فيها اي شيء، العلم ما تشوف تدعم الايفون والايبود زي ما مكتوب، برضه تدعم الايباد، لكن راح تخرب بطاريتك لو تشحنها به، لان ما راح يعطيها الواط المناسب للجهاز، بيعطيها اقل، فمع الوقت راح تخرب البطاريه حقتك. برضه ما تشحن الايباد يمكن لا 10%. فهذا انواع الايفون اللي تدعم من ورا مثل ما تشوفون هنا. نفتحها معاكم، طبعا العلبه كلش ما فيها اي شيء مثل ما نشوف. الهدف من الباتري انك تحفظها في اماكن صغيره مثل البوك حقك، تفتحها ما يجي معها اي شيء، فاضيه البطاريه وبس السلك. للاسف السلك يجي المايكرو يو اس بي، تمنيت انه يكون اليو اس بي تايب سي، هذا اللي يجي للاسف. ما قلت لكم البطاريه على الايفون والايبود يستخدمون الايبود تاتش الصغير، اللي هو هذا هو الايبود تاتش، اتوقع الكل يعرفه. والايفون الباتري هذه مثل ما اشوفها، الحلو فيها السلك حقها تقدر تشتري الاندرويد اللي هو يجيك معاه المايكرو يو اس بي او يو اس بي تايب سي، تقدر تشتري الايفون اللي يجي معاه اللايتنج. الشحن حقها من شحن المايكرو يو اس بي مثل ما اشوفها. سلك الايفون جاي معها بلت ان يعني من نفس الباتري، بس نرفعها مثل ما نشوف هنا في اربع لمبات. لو بنفتحها راح تولع مثل ما نشوف، ولعت يعلمك كم فيها باتري. السمك حقها يمكن تجي اربع او خمس طايق صراف تقريبا، نحيفه مره، ما فيها زر تشغيل تطفيه، ما فيها شيء. تبي تشغلها بس ترفعها راح تولع معك وتبدا تشحن. لما نشوف لو بركب الايبود بدات تشحن هنا، ترجع تفصلها بس تسكرها في مكانها كذا خلاص. لو بتركبها في البوك حقتها على حسب البوك، طبعا 100% البوك اللي في السعودية أكبر من هذا، هذا البوك اللي أستخدم الدولار أو دولارين أحط فيه بس، والباقي كله بطايق. فلو بندخله في البوك بنحطها مثلا هنا مثل ما نشوف كذا، ركبناها وخلاص كذا نمشي بالبوك حقنا. ما يحتاج أصلا نطلعها، أصلا نشحن الجوال ما يحتاج تطلعها كامل. لو بتسحبها يعني بهذه المسافة يعني تفتحها تقدر تركب الجوال حقك وبتشحن جوالك كذا. طبعا اكثر في السعوديه، والبوك اللي تعرفين عليه بيكون حق بطايق، بيكون حق فلوس، فبيكون افضل من هذا البوك، بياخذها بالراحه الباتري. بس طبعا ميزه الباتري مثل ما قلنا لكم بس الاوقات الحرجه، يعني مثلا طلع برا وباقي بعد مثلا ربع ساعه خمس ساعات ترجع البيت وجوالك طافي تبي تشحنه تقدر تشحنه بذي، يعني مثل ما تقول الحالات الطارئه تقدر تشحنها. نرجع احنا على اسم الشركه، اسم الشركة تقريبا بلس يو اس او بلس اس، تجي بالجهتين ما ادري. اسمها لايف كارد مثل ما نشوف، هذا اسم الشركة، هذا اسم الباتري. موقعهم هذا هو مثل ما نشوف. فاللي بيطلبها يقدر يطلبها من الموقع حقهم او يطلبها من امازون اي مكان، بس هذا اسم الشركة. فاللي بيبحث عنه يشوفه. السعر اسف ما راح اقول السعر، انا ما ادري يعني على وقت ما بتشوفها انت ممكن تصير اغلى يمكن تصير ارخص. ما راح اقول لك اني شاريها مثلا جاي لي لها عرض لها وشريتها عندي كود مثلا خصم شريتها منها والكود خلص. فالسعر وقت ما تشتريها انت خلاص تفتح جوجل اكتب بلس يو اس تقريبا واكتب لايف كارد مثل ما تشوف هنا، وراح تطلع لك في الانترنت وتشوف السعر في امازون في الموقع الشركه نفسها في اي مكان وتشوفه. اذا شفتها بالدولار بليز لحد يخش ويقول لي بكم بالدينار، بكم بالجنيه، بكم بالريال السعودي، بكم بالدرهم الاماراتي. دامك وصلت الفيديو بليز، وصلت الفيديو شفتها افتح الانترنت شوفها بالدولار واضربها او حولها او افتح جوجل بعدين حط بالدولار كم تحويل العمله حقتك وتعرف كم العمله حقتك. وين تحصلها في الدول العربيه؟ للاسف ما ادري. وين تحصلها في اي مكان؟ للاسف ما ادري. انا شريتها من الانترنت من موقع الشركه، افتح موقع الشركه وتشوف. كيف توصلها عندك؟ للاسف ما ادري برضو. فاسف على الكلام حقي، بس ان اكثر الاشخاص يعني يسالوني كيف اوصل لها، كيف يعني. انا شريتها من عندي هنا في امريكا لما دخلت الانترنت حطيت العنوان حقي وشريتها وجالي العنوان بس. فموزعين المعتمدين في الدول الثانيه ما ادري والله. وبس هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم الفيديو. فنهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.